أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، معكم الأستاذ حيدر محمد المهدي. أرحب بكم في هذا اللقاء الذي سنخصصه لدرس من دروس مادة التربية التشكيلية مستوى الثانية إعدادي، مجال التعبير والابتكار. المطلوب هو إنجاز لوحة تشكيلية زخرفية بواسطة أو بتوظيف الخط العربي. إذن كما تلاحظون في هذه الصورة الأولى، هي عبارة عن نافذة، فقد تم توظيف الخط العربي في العمارة الإسلامية، ومعروف أن الحضارة الإسلامية وظفت الخط بصورة كبيرة خاصة في العمارة الدينية. ننتقل إلى الصورة الثانية. من خلال هذه الصورة نلاحظ أن هناك مزج بين الخط العربي وعناصر زخرفية نباتية وهندسية في زخرفة واجهات الجدران. كما تم توظيف الزخرفة والخط العربي في بعض الأدوات التي نستعملها في حياتنا اليومية، ومنها على سبيل المثال الأواني الفخارية والخزفية والنقود وأشياء أخرى. أما في هذه الصورة فنلاحظ توظيف الخط العربي في مجالات تصميم الكثير من المنتوجات لتلبية حاجيات الإنسان. نستنتج إذن فن الخط العربي، كلمة فن تعني الإبداع والابتكار والتجديد، وهذه الممارسات من خصائص مختلف الفنون. وفن الخط العربي هو فن كتابة الحروف بقواعد خاصة تزيدها وضوحاً وجمالاً. والمقصود بالقواعد مقياس الحروف بعرض القلم المستعمل، وكل كتابة لا تلتزم هذه القواعد لا تسمى خطاً بل تعتبر كتابة عادية. الخط العربي أو الخطوط العربية هي متنوعة وعديدة. سنكتفي بذكر بعض النماذج. كما تلاحظون على الصورة هناك الخط الكوفي، ميزته الهندسة والزخرفة النباتية، الخط الديواني، الخط الثلث المغربي، خط المبسوط، خط الثلث المشرقي، خط الرقعة، خط نص تعليق أو ما يسمى بالخط الفارسي، خط النسخ، خط المجوهر. بعد أن تعرفنا على الزخرفة الخطية، يمكنكم كذلك إنجاز لوحة فنية من إبداعكم توظفون فيها الخط العربي. وهذه بعض الإنجازات للتلاميذ الذين أبدعوا في هذا الميدان. هناك كما تلاحظون بعض التلاميذ استعملوا أو أضافوا وظفوا عفوا الخط الهندسي الكوفي، وبعض التلاميذ وظفوا خط من خطوط المشرقية اللي هو خط الثلث، واعتمدوا فقط على الحرف الواحد. علاقة بالموضوع، سأقدم لكم لوحة للفنان التشكيلي المغربي إبراهيم حنين، خطاط ولد عام 1941 في الدار البيضاء، يعيش ويعمل بها. يعتمد هذا الفنان الخط العربي في إنجاز أعماله الفنية. كما تلاحظون في اللوحة كيف وظف حرف الحاء وزخارف أخرى هندسية ونباتية بطابع تشكيلي وجمالي مميز. نمر الآن إلى طريقة الحصول على مرسام يسمح لي بطبع حروف عدة مرات. الطريقة الأولى، أولاً نحتاج إلى ورقة مسطرة كي نرسم بعض الحروف باستعانة هذه الخطوط. مثلاً كما تلاحظون سأحاول رسم حروف بخط كوفي اعتماداً على الخطوط المسطرة على الورقة. مثلاً
الخط الكوفي هو متعدد الأشكال. هناك خط كوفي مورق، يعني يحتوي على عناصر زخرفية توريقية كما تلاحظون. عندما أرسم الشكل ممكن إضافة بعض الزخارف النباتية. كذلك يمكن إضافة حرف آخر كي يكون أو كي أحصل على حرف شكل مركب. قد أختار حروف، مثلا هنا اخترت حرف كاف. إضافة ذلك أشكال زخرفية. بعد اقتناعك بالشكل أو بالتركيبة النهائية، نأخذ قطعة من الأنسخ، ننسخ أو ننقل الحروف على قطعة الأنسخ. وليس من الضروري اختيار الخط الكوفي، ممكن هو الضيف خط نوع آخر من الخطوط كالخط الثلوث أو خط النسخ أو خط. إذن كما لاحظتم حصلت على الشكل، ولكي يعمل الأنسوخ يقوم بوظيفته الأساسية يجب قلب الأنسوخ وإعادة ترميده من الواجهة الأخرى. وبذلك سأكون حصلت على عنصر زخرفي موظفا فيه الخط العربي. ثالثا أنتقل إلى الورقة، ورقة الإنجاز، ثم أبحث على التركيبة بإعادة الشكل أو بقلبه أو مثلا سأبحث عن تركيبة تلقائية مثلا. ثم أقوم بقلب الأنسخ وأبحث عن وضعية أخرى مثلا الشكل الآتي.
ثم أمر إلى مرحلة التلوين حسب اختيارك. ممكن أن أستعمل أقلام ملونة، ثم أختار الطريقة المناسبة، يا إما تدرج اللون ممكن، إلى نهاية الإنجاز، وقد تحصلون على هذه النتيجة. وأقترح عليكم كذلك تقنية أخرى، وهي توظيف المرسم الموجب، وهي كالتالي: نأخذ ورقة وباعتماد على محور التماثل أرسم شكل لحرف من الحروف الخط العربي، ثم أطوي الورقة وأقص الحرف بالشكل الآتي. ها قد حصلت على مرسم هذا سالب والآخر موجب. ثم أنتقل إلى تقنية الصباغة، بواسطة قطعة إسفنج والمرسم سأقوم الآن بملء الحرف على الشكل التالي. من الأحسن أن تكون الورقة ملونة، أو أهيئها بأرضية باستعمال الصباغة المائية، لاحظتم؟ ثم أمر أو أخذ وضعية أخرى للمرسام، كذلك إمكانية الورقة أو الخلفية بلون مغاير، كالشكل النهائي تقريبا. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، أدعوكم لإنجاز لوحة زخرفية بتوظيفك الخط العربي، بتوظيف أو اعتمادا على تقنية الأنسوخ والمرسام، والله الموفق.